خوخي بوعلام عند ضربة الجزاء. خوخي يستعد وانتظار لبابا جبريل. وسعود العذبة يضبط اللاعبين في العربي وفي الخور. بابا جبريل أو على الجانب الآخر رجب حمزة. دعوات قبل تنفيذ ضربة الجزاء عند خوخي بوعلام. تقدم الهدف الأول. العربي يتقدم الآن 1-0. جار النادي الأهلي يلحق بالأهلي الآن. بداية موفقة من ضربة الجزاء ومن نقطة الجزاء. ينجح من تسجيل الهدف الأول بواسطة خوخي بوعلام. الهدف الأول في المباراة لصالح النادي العربي. شوف التقدم من بوعلام، قوية، وضع الكرة في المرمى. شوف المحاولة، بوعلام تقدم وضع الكرة من فوق حارس المرمى بابا جبريل. 1-0 تصبح النتيجة الآن لصالح النادي العربي. راح بابا جبريل تماما إلى الكرة، لكن الكرة كانت سريعة على بابا جبريل، وبالتالي تقدم الآن موجود لصالح النادي العربي بهدف دون مقابل. كرة ملعوبة في الوادي بشوي. الكرة راحت إلى نادي العربي، إلى الخور الآن عند خط الدفاع. طبعا إلى تمريرة خاطئة عند إزكل. إزكل، الله، النصر الجارح يسجل الهدف الثاني. إزكل مفاجأة العام يسجل الهدف الثاني. الله 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 الله, الله, الله. الثاني ويعاقب مدافع الخور على خطأ محمد مصطفى، يخطف الكرة ويسجل الهدف الثاني. أي بداية للعربي، وأي بداية لإزكل في هذا العام. بداية رائعة لإزكل، خطف الكرة، وضع الكرة في الشباك. يا سلام، سجل الهدف الثاني الآن، وبالتالي نتيجة 2-0. إزكل الفنان، إزكل الموعود، جمهور العربي معه بمزيد من الأهداف، بمزيد من العشق، بمزيد من الليالي الجميلة، بمزيد من الليالي السعيدة. والسعادة تنطلق الآن في محيى جماهير. من يصوب الكرة؟ ماديسون، 23 متر. حكم اللقاء سيد سعود العذبة يضبط حائط الصد، والكرة الثابتة الآن عند ماديسون. ماديسون استعداد، ماديسون ينتظر القرار والإذن للتنفيذ. ماديسون كل المحاولات الثابتة لم يتم الاستفادة منها، والثالثة ثابتة. سجل ماديسون هذه المرة الهدف الأول لصالح الخور. الخور يصبح على بعد هدف واحد عن العربي. الكرة الثابتة جاءت إلى الشباك. غضب من رجب حمزة على زملائه. شوف الكرة ارتدت من حائط الصد. نعم، طبيعي أن يغضب لأن الحائط انفك في النادي العربي. اصطدت الكرة الماضية وهي في طريقها من خالد العريني، وجاءت إلى شباك. هدف يسجل إلى صالح الخور لتصبح النتيجة الآن هدفين لهدف، وهذا ما سيزيد المباراة إثارة خلال العشر دقائق الأخيرة، المنعطف الأخير من المباراة. داخل منطقة الجزاء عند بابلو هرنانديز أو باولينيو الآن. تسديد، الله الله الله، بابلو هرنانديز. يا سلام يا سلام يا رايق يا رايق، بابلو هرنانديز. هدف رهيب، هدف رهيب في موسم نفتقد فيه للرهيب. شوف الكرة مرة ثانية الملعوبة إلى بابلو هرنانديز. بابلو استحوذ على الكرة. شوف شوف الآن، شوف الكرة اللي وصلت لبابلو هرنانديز. انطلق، وصل إلى منطقة الجزاء، ثم وضع الكرة في مقتل. هدف ثالث. هكذا يجب أن تكون المباراة لصالح العربي، لأنه الفريق الأفضل، وبالتالي استطاع أن